اي الحباب شوفوا صافي لونطون وانا حاب ندير فيديو على لي بي سي شغل اسكول من الحاسوب الشخصي خير ولا لي كونسول خير. نشوفوا في هذا الفيديو مع بعض الاسباب ولا راليز تاع جورنال ويكي تاع ليتس بلاي اسكول بي سي خير من لي كونسول ولا لا. اي شباب على بالي بلي ديجا في الجزائر كاين بزاف لي جيمر ولي جيمرز كل واحد وين يلعب كان يلعب على منصات الخاصه معناتها لي كونسول يلعب في تليفونات وصحاب البي سي. راكو غاشي شريكي هاد الحصه هادي ديدي ليكم جورنال دو جيك راح نحكيو على جوستمون البي سي اسكو هو احسن منصه تلعبوا بها خير من كونسول ولا لا. دونك ديجا في 2024 ديجا في المود مارس هذا وافريل لازم تعرفوا باللي عندنا زوج لعبات فريخشانا ملاحقين جايين ديريكتومون من عند بلاي ستيشن ستوديوز. الاولاني اوريزون فوربيدن ويست كومبليت اديشن معناتها اللعبه دو باز وزيد لها الدي ال سي ديالها اللي خرج على البي اس 5 حصريا. تاريخ اصدار 21 مارس 2024. بيان سور لو جو هذا ديفلوبي من عند غيريا ولو ستوديو نيكساس لي سوفتوير اللي شراتو سوني غير باش يدير لي فيرسيون بي سي تاع لي كونسول. اوريزون فوربيدن ويست يا سلام بالك من اجمل لعبه صدرت على البي اس 5 والبي اس 4 من ناحيه الجرافيك ولا ديريكسيون ارتستيك خويا قوه اوبن وورلد سوبر شباب وبيان سور راح يبروفيتي من كاع لي زوبتيميزاسيون والتحسينات الخاصه بلي بي سي تاعكم سيرتو اللي عنده هذوك لي كارت سوبر غاليين واقوياء بالبزاف. I swore to protect this island with my life. Ghost of Tsushima. Oh la la, Director's Cut خويا 16 مايو المقبل 2024 خويا Sucker Punch Production و Nixon Software كيف كيف كيما قلت لكم في البدايه يخدموا على اون فيرسيون بورتاج بلاي ستيشن 5 ولا بي اس 4 على البي سي الخشين اللي عندكم. بيان سور هاد لا فيرسيون تاع Ghost of Tsushima راح تبروفيتي من كاع لي زافونسي تكنولوجيا تاع الار تي اكس والار اكس معناتها دي ال اس اس معناتها ريتريسينغ وحيجي لي بيان سور لي زيكرون 21 9 او لا لا. و 2024 مازال ما خلاص وشوف باينة من الاخرى سوني حيانونسي بيان سور مارفل سبايدر مان رقم 2 اللي خرج ديجا على البي اس 5 ودار اكثر من 10 ملايين كوبي مباعه في العالم. سي سور كيما الاول خرج في البي سي الدوزيام راح يجي جود اوف وار راغناروك باينة ديجا لا فيرسيون 2018 فاتت لي 2 مليون دو فونت على لي بي سي تسمى سوني خلاص انفيستاو على الحاسوب الشخصي. جود اوف وار راغناروك باينة يخرج بروبابلومون العام الجاي على البي سي. نروحو دوكا نقطة أخرى اللي تقول بلي البي سي هو أحسن منصة للعب الإكس بوكس جيم باس جوستومون المتوفر على لي كونسول إكس بوكس سيري إس إكس والإكس بوكس وان. هاد السيرفيس هذا معروف بيان سور ابونمون تخلصوا في العام في شهر ولا في 6 شهور عندكم 400 لعبه اكثر من 350 لعبه والعفسه ستيلي سي كو كي تبالادي في الاكس بوكس على لابليكاسيون في البي سي سيب لي فيرسيون تاع لي جو كونسول بصح عندك لا فيرسيون بي سي معناتها الى خيرت مثلا كرايزيس راح تخرج لك لا فيرسيون بي سي خويا بيان اوبتيميزي وفورزا هورايزن لو جو دكور سوبر شباب اللي خرج على الاكس بوكس سيريز والوان راح تلعبوه في لي ميور كونديسيون على البي سي. دونك ديجا صحاب البي سي الا عندك ديجا برك ابونمون تاع الاكس بوكس جيم باس خويا التيميت سورتو خودو ما تخافش عندك بزاف لي جو زيد لهم ميم الاي اي لايف خويا وعندك لي جو تاع شكون هذاك ليديتور هذوك اللي يديروا فالورانت وليغ اوف ليجند رايوت. بلا ما نساو صحاب لي عندهم كونيكسيون فيبر اوبتيك معناتها قاويه تقدروا تلعبوا بيان سور بالاكس كلاود سيرفيس كلاود جيمنج تاع اكس بوكس والجي فورس ناو خويا بصح هذا كاع اذا كان عندك بي سي بويسون بيان سور وعندك تري بون كونيكسيون خويا. اخر نقطه لي فريمون تقول لك باللي البي سي احسن منصه اللي تقدر تلعب فيها سورتو في 2024 اما فوق هي لي زوبتيميزاسيون التحسينات تاع لي جو كونسول نبداوها بجود اوف وار تاع 2018 خرج على البي اس 4 والبي اس 5 عنده 60 اطار في الثانيه مع الكات كا ديناميك لكن على البي سي شريكي عندك الناتيف عندك ال 21 فيام تاع لي زيكرون عندك كيش يقولوا له دي ال اس اس بو 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 احسن فيرجن تاع جود اوف وار يا راهي على الحاسوب الشخصي.
ريد ريد مشنا رقم 2 كيف اللي قريب دا غوتي 2018 روكستار جيم طولوا باش داروا اون فيرسيون بي سي تاع جود وستر رائع اوبن وورلد بالك اجمل اوبن وورلد لي جامي تخدم لا فيرسيون بي سي رائعه دير 60 اطار في الثانيه بال 4K سي فري كاين بزاف الغاشي اللي كملوا ريد ريد مشن 2 غير في البي سي ما كاش لي كونسول ونفريوها مع سايبر بانك 2077 ديجا لا فيرسيون الاولانيه كي خرجت فيرسيون كونسول ما كان شكون اللي قال لك احسن تجربه هي السايبر بانك 2077 على حاسوب الشخصي كي خرج اخر 2020 ومام جو هذا يدوك على بالك تسقم بالبزاف يستعمل RTX تاع انفيديا ولا LX تاع AMD معناتها امباسادور تكنولوجي توت كاتيجوري كونفوندو على بالي قلتها بالفرنسية هذه. دونك كيما شفتوا جماعة الخير شغل كاع هاد لي ريزون هادو اللي قلتهم لكم في جورنال كيك تاع اليوم البي سي صراحة هو أحسن منصة تقدر تلعب بها كسوا في الدار ولا في البيرو ولا راك شايف وين تحب وشنو سيفري لازم يكون عندك شغل مينيموم معناتها كارت جرافيك ولا رام والسي بي يو شوية قاوين الاس اس دي مهم جدا في لي جو هادو دو دانيير جينيراسيون. ان توكا قولوا لنا نتوما في التعليق على بالي بزاف غاشي عندكم بي سيات في الدار يا خويا اعطيونا ارائكم اسكو شغل ليكم نتوما الحاسوب الشخصي فينالمون اقوى من لا كونسول في اللعب. شباب ان شاء الله الحصه فريمون تكون جاتكم على الجوست وما تنساوش ليتس بلاي بون اوفيسيال حاضر على يوتيوب والقلوب وكاع مواقع التواصل الاجتماعي ونتلاقاو على قناه الهدف يوم الجمعه المقبل. صح فطوركم صح سنه دقيقه لازم نفكركم باللي عندنا ان سوبر كونتينو اكيرا تورياما اون اوماج تلقاوه في قناه اليوتيوب ونخليكم توت سويت مع دراغون بول دايما لا بروشين برودكسيون انيم سبيسيال دراغون بول. يلا سلام تهلاو صحه لكم وفطوركم تشاو. وما تنساوش تابوني ولا شين يوتيوب تانا ليتس بلاي بوان اوفيسيال وتبروفيتيو من لي ديرنيير فيديو غيمينغ سينما و بوب كولتور.